بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوق. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا يعني واحد جي اس ام كيخدم بسميته بالويفي وبواحد التليفون، يعني هنا جلوبال ويرلس كونترول. هنا كما في ماركات مثلا، هذا في نورمالي اوبن والكوما هو انسي الكوما الاول، وفي هنا عاوتاني نورمالي، يعني في هنا 12 بور ان او كوماند 2 انسي ان او كوماند 3 انسي ان او كوماند 3 4 انسي، يعني ما بين نورمالي اوبن ونورمالي كلوز والكوما. دابا غنشوفوا يعني هاد التليفون كيتحكم فيه. هذا نورمالي اوبن يعني محلول، وهنا الكوما هذا فيها ثلاثة، وهنا الانسي نورمالي كلوز، وهنا السيم كارد، يعني السيم كارد يعني ديال الهاتف كتدخل هنا. هنايا عندك الويرلس، يعني انستال، يعني انستال دو انتيني، غدير انستالي هاد سميتو، غدير إلى كارت هنايا ديال الموبايل. هنايا هاو كما قلنا، هاو التليفون دابا غيتحكم في هاد هنا غدير لاكارت، وهنا غدير لونتين. هنا نورمالي اوبن كوما نورمالي نورمالي كلوز، يعني بهاد الهاتف غتحكم في هاد سميتو. جي اس ام ريموت كونترولر سي ام اس سي ام اس كول كونترول، يعني غتغوت كاينه لاكارت هنايا، ملي غتعيط دير ابل غتشعل هاد البوله، غتسد لابل غتطفى هاد البوله. هنا كالعاده هنا 220 فولت الترناتيف كورون الترناتيف، يعني التيار متناوب 220 فولت، يعني النوتر ديال النوترال غيجي لهنايا، الفاز غيجي لاش الكوما فاز الكوما، ها هو شتيه الكوما فاز غيجي الكوما، عقل الفاز غيجي الكوما، والروتور ديال لا لومب غيجي لاش الروتور ديال البولا غيجي نورمالي اوبن، يعني هنايا الوقت اللي غن كول، يعني غن اس ام اس كول كونترول، يعني غنتحكم في هاد البولا هادي، غندير ابل هنا لاكارت كاينه هنا لاكارت سي ام شتيها، غتشعل البوله غنحيد لابل غتطفى البوله. قلنا النوتر غيجي لهنا يدير 220 فولت لا لومب، والفاز غيجي الكوما، والنوتر غيجي الروتور ديال لا لومب، عفوا الروتور ديال لا لومب، يعني الروتور ديال المصباح ديال لا لومب غيجي نورمالي اوبن. مفهومه دابا هنايا ماشي، هنايا غنشوفو مع بلاتي كونترول الكترو موشن رولين شوتر دور، يعني مع واحد الباب مع لا بورت. هنا كالعاده ناقص 12 فولت غتجي لهنايا اللي هو 0 فولت، و بلس 12 فولت يعني 12 فولت زائد 12 فولت غتجي للكومان، والروتور ديال 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 الموتور ديال المحرك 12 فولت ديال الباب غيجي لاش غيجي نورمالي اوبن، نورمالي اوبن الروتور ديال المحرك بليس 12 فولت 12 فولت غيجي للكومان نفس سميتها، وهنا 0 فولت غتجي للجين المحرك، يعني هنا محرك 12 فولت. الوقت اللي غنبغي نحلو غندير غنورك على سميتها على التليفون غيتحل الباب، غنديرها غيتسد الباب. هذا شفناه، دابا غنشوفو يعني ما هاد البومب، غتحكم في البومبة
هنا عندنا دوس 110 220 فولت كورون انترناتيف غيدخلوا جوج خيوط من هنا ديال 220 فولت غيدخلوا للكونتاكتور السي كونتاكتور وغيخرجوا غيمشيو لاش موتور هاي باور السي موتور واتر بومب يعني موتور ديال البومبه ديال الماء من هنا 110 220 210 فولت 220 فولت اس يعني يا 110 يا 220 غدير النوتر غيجي للبوبينه ا 2 والروتور ديال ونورمالي اوبن الا 1 يعني ا 1 ا 1 نورمالي اوبن A1 normally open neutre A2 A2 ديال لا بوبين الملف والفاز ديال 220 او 110 فولت غيجي الكوما ديما كيدخل الكوما غيجي الكومان كوما وهنايا غيدخل 220 او 110 غيدخل الفاز ونوتر تدخل 220 فولت غتدخل الكونتاكتور غتخرج وغتشيل بومب ديال واتر بومب. ici nous avons deux fils de 110 او 220 فولت courant alternatif. le phase et le neutre vont rentrer dans le contacteur et vont sortir vont vers le moteur de water pump. ici nous avons le phase de 110 volts au 220 volts courant alternatif. le neutre va rentrer sur A2, le phase sur le commun et le normally open sur ça veut dire le retour sur le A1 du contacteur. vous me dites هنا غندخل 110 ولا 220 فاز ونوتر الكونتاكتور غيخرج من الكونتاكتور غيمشيو للموتور ديال البومبه ديال الماء هنا غندخل 110 او 220 يعني غتدخل النوتر غتجيبو الا 2 البوبينه ملف والفاز غتجيبو لاش الكوما والنورمالي اوبن غيجي الا 1 مفهوم دابا دونك هنايا غتحكم يعني بالتليفون غتحكم في هاد سميتو دائما في هاد جي اس ام هنايا هذاك اللي شفناه قبيله فيه بزاف يعني هنا يقدر يخدم لك بزاف يقدر يخدم لك هنايا بالتليفون بتحكم فيه بالتليفون هنايا جي اس ام يقدر يحكم لك اير كونديسيونيت كونديسيونير يعني كليماتيزور او سموك ديتيكتور يخدم لك سميتها هذيك ديال التدخين ديتيكتور ديال التدخين او يخدم لك مثلا هنا طومب هاتي ديتيكتور يعني هيميديتي يعني هذا ديال الحراره وديال البروده ديال ديتيكتور هيميديتي تمبيرتير هيميديتي ديتيكتور يخدم لك الديتيكتور هذا ديتيكتور او اسي باور ديتيكتور يعني هاد المحول يعني ديال الديتيكتور يعني ترانسفورماتور او ديال كورون انترناتيف او يخدم لك هاد واتر ليكاج ديتيكتور يعني هادي ديال الماء ديتيكتور او يخدم لك الدور كونتاكت يعني الساقطه ديال الباب او موشن ديتيكتور يعني هاد الديتيكتور او يخدم لك هاد ستوك سيرين يعني هاد سينال دالارم يعني بالتليفون انت بالهاتف تستطيع ان تتحكم في هاد وهذاك هو اللي شفناه قبيله هذا فيه بزاف فيه يعني هنا نورمالي فيه نورمالي اوبن كوما نورمالي كلوز 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 دونك هذا هو يعني باش بالهاتف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وانتم بخير.